السلام عليكم. إذا عندنا معكم أول وحدة في الفيزياء بالنسبة للسنة الثانية بكالوريا سيونس فيزيك اس في تي وسيونس مات، اللي هي لي زوند فيها ثلاثة دروس. الدرس الأول اللي هو لي زوند ميكانيك بروغريسيف، الدرس الثاني هو لي زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك، وآخر درس في هذه لي زوند اللي كنسميوه لي زوند ليمينوز. إذا نبداو على بركة الله أول درس اللي هو لي زوند ميكانيك بروغريسيف، باش نفهموا ما معنى أوند، ما معنى ميكانيك، ما معنى بروغريسيف، يعني لا ديفينيسيون. غنديرو ديزاكتيفيتي، نبداو لاكتيفيتي الأول هو ناخذ واحد لاكورت، يعني واحد الحبل. propagation d'une perturbation le long d'une corde. Donc à chaque endroit on provoque un mouvement. Donc à chaque endroit le mouvement vers le haut et vers le bas. Il y a cette courbe verticale. Donc qu'est-ce qu'on observe? On observe une déformation. Il y a un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une tache, une propage. Cette déformation qu'on appelle perturbation. Donc cette déformation se propage le long de la corde. Il y a la corde complète. باش تنتشر ليا هاد بيرتورباسيون اللي كنسموها اوند، خاصها واحد لو ميليو، يعني نسيت دان ميليو، خاصها واحد لو ميليو يقدر يكون سوليد ليكيد ولا غاز. حاجه اخرى، الشروط اللي خصك توفر في هاد لو ميليو، الا خدينا هاد الحبل كتلاحظ بان لوند من كتمر هذاك لاكورد كيسترجع لا فورم ديالو انيسيال، يعني خاصو يكون إلاستيك، يعني لو ميليو خصو ميليو ماتيريال خصو يكون إلاستيك. ما معنى إلاستيك؟ يعني روبخون سا فورم إنيسيال، يعني سي لي كاباب دو روبخون سا فورم إنيسيال. دونك هاد البيرتيرباسيون كنسميوها أوند، بما أن كتحتاج واحد لو ميليو كنقولو أوند ميكانيك. ما معنى بروغريسي؟ يعني أن هاد لوند سو بروبا، يعني كتستمر أنها كتبقى تنتشر لو لونغ دو لاكو. إذا في هاد الحالة كنقولو راها بروغريسيف. ناخدو المثال الثاني، ناخدو مثلا واحد لو propagation يعني واحد النابض، propagation d'une perturbation le long d'un ressort. إذا هذا هو لو ressort كاين عنده دي سبير. دونك هنا شنو عندي؟ اون كومبريم كيلك سبير، يعني هنا نحاولوا نمسكوا هاد اللفات ديالو ونطلقوا. من عند نطلقوا كنلاحظوا بان هاد البيرتيرباسيون يعني هاد ديفورماسيون كتنتشر، يعني سو بروباج لو لونغ دي روسور. اذا هذاك الانتشار، هذاك البيرتيرباسيون كنسموها اوند. لاحظ معايا هنا عندي واحد لو ميليو ضروري لوند باش تنتشر خصها واحد لو ميليو ماتيريال. دونك هنا راه عندي ميليو اللي هو سوليد. حاجه اخرى خص يكون إلاستيك، حيت ان هاد لو غوسو كيسترجع لا فورم ديالو انيسيال. اذا هاد البيرتيرباسيون كنسموها اوند ميكانيك. دونك اوند ميكانيك بروغريسي، لانها كتستمر، يعني سو بروباج لو لونغ دو غوسو. ناخذ المثال الاخير، ناخذ مثلا لا سيرفاس دولو، يعني مستوى سطح الماء. دونك في هاد الحاله بروباغاسيون دون بيرتيرباسيون على سيرفاس دولو. دونك شنو غنديرو؟ غناخذ مثلا واحد السطال ولا شي حاجه، وعندي مثلا هنا في الاول هذا هو لا سيرفاس كيكون بلان اي اوريزونتال، ومن بعد كنحاول نديرو مثلا تحت من واحد غوبيني وكنقطر عليه قطرات ديال الماء. شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ بان هاد يعني اون ليس طومبي ان غوت دو على سيرفاس دولو. دونك شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا ان هاد لا سيرفاس وقعت لي واحد ديفورماسيون، واحد التشوي، واحد بيرتيرباسيون اللي هي كنسميوها اوند. هذيك لوند كنلاحظوا انها كتنتشر، كتنصب بروباج، وهاد لو ميليو راه ميليو الاستيك، حيت لو وقفنا سدينا ما درناش عليه قطرات ديال الماء، شنو كنلاحظوا؟ بانه كيسترجع لا فورم ديالو انيسيال. يعني ان لوند نيسيسيت دان لوند ميكانيك بروغريسي نيسيسيت دان ميليو، يعني كتحتاج واحد لو ميليو، وهذاك لو ميليو خص يكون الاستيك. دونك انطلاقا من هاد لي زيكزامبل ممكن نعطي واحد لا ديفينيسيون، يعني التعريف ديال اوند ميكانيك بروغريسيف. دونك ان اوند ميكانيك بروغريسيف ايت ان فينومين دو بروباغاسيون دون بيرتورباسيون دون ان ميليو ماتيريال الاستيك افيك ترانسبور دينيرجي مي سون ترانسبور دو ماتيير كي كونستيتي لو ميليو. دونك كاين شي حاجه شرحناها وكاين شي حاجه ما شرحناهاش. قلنا قبيله بان اوند ميكانيك يعني ايت ان فين واحد الظاهره ديال انتشار ديال واحد التشوي، واحد بيرتورباسيون دون ان ميليو، خص يكون هذاك لو ميليو اللي هو ماتيريال. ماتيريال يقدر يكون سوليد ليكيد ولا غاز. الا كان لو فيت راه ما كتنتشر، اذا خص يكون عندي واحد لو ميليو ماتيريال. الاستيك قلنا راه غوبون سا فورم انيسيال، كيسترجع لا فورم ديالو الاولى انيسيال. افيك ترونسبور دينيرجي هذه مازال ما شرحناهاش، مي سون ترونسبور دو ماتيير. دونك الا خدينا مثلا الامثله اللي شلنا قبيله، بان الا خدينا مثلا هاد لو بوان، هاد لو بوان من كتوصلها هذيك لاكورد كتلاحظ بان هذاك من كتوصلها كتعاود ترجع للمكان ديالها فين بلاصه كاينه، يعني لا ماتيير، حيت هادي بوان ماتيير، يعني الماده
ماده ما كتنتقلش، يعني سون ترونسبور دو ماتيير. ممكن نستعملو مثلا، نقدر نديرو هذا المثال، خدينا هذا لو باطو، الموجه ملي كتوصل ليه كتلاحظ بانه كيطلع وكيعاود يرجع لبلاصتو. اذا في هذه الحاله لا ماتيير هذا راه كتكون من مواد، يعني ماده. دونك في هذه الحاله يعني عباره عن ماده. دونك في هذا لوبجي راه كيتكون من دي ماتيريو، يعني هذيك الماده كتبقى في بلاصتها، يعني ما كتنتقلش، يعني سون ترونسبور دو ماتيير مي افيك ترونسبور دينيرجي، يعني الطاقه كتنتقل، لان اللي كيحمل هي الطاقه هي هذيك الموجه، هذيك اللوند هي اللي فيها كتلقى في الداخل ديالها كتلقى هذيك لينيرجي. اذا هذا هو التعريف خصك تحفظه، ان اوند برو ميكانيك بروغريسي تا ميليو بروب دو بروباغاسيون دي بيرتيرباسيون دون ان ميليو ماتيريال ايلاستيك افيك ترونسبور دينيرجي مي سون ترونسبور دو ماتيير. اذا هاد لا ديفيز خصك تحفظها لان كتحط في الفروض. بالنسبة لغون دو لي ديفيرون تيب دوند ميكانيك، مختلف انواع لي زوند ميكانيك هما كاينين جوج. دونك غنشوفو الاولى اللي هي اون ترانسفيرسال. امتى كنقول واحد لوند راها ترانسفيرسال؟ دونك غنعطيكم لا ديفينيسيون، نشرحها لكم، نعطيكم دي زيكزامبل باش تفهموا اكثر. Une onde dite transversale, c'est la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. يعني باش نتكلموا على واحد لونغ هي ترانسفيرسال، خاص الاتجاه ديال التشوي، يعني البيرتيرباسيون خاص يكون عمودي على الاتجاه ديال الانتشار ديال لونغ. دونك هذه لا ديفينيسيون. دونك غنعطيكم مثال ديال اوند ترانسفيرسال، مثلا ديال لاكورد. اكزامبل الاول، دونك اوند كي سو بروباج لو لونغ دين كورد. دونك المثال اللي شناه في الاول، دونك لاش شنا الاتجاه ديال التشوي، يعني لا ديريكسيون دو لا بيرتيرباسيون، دونك هو هذا. وبالنسبه لا ديريكسيون دو بروباغاسيون، دونك داير بحال هكا. دونك كيفاش دايرين؟ راه سون perpendiculaire. Et dans cette cas-là, on dit que l'onde qui se propage le long d'une corde est une onde transversale. On va prendre un autre exemple pour que nous puissions nous faire plus tard. On va prendre une onde à la surface de l'eau. Ça y est, c'est une chose. Donc, on va prendre un rasme de la même chose. On va prendre un rasme qui va être plus clair. On va prendre un rasme. بالنسبه للاتجاه ديال الانتشار ديال لوند، اذا كيكون هو هذا، يكون دائما بحال تكون غاديه بحال هذا الشكل. ولكن نشنا لا ديريكسيون دو بيرتورباسيون، دونك غيكون بحال هكا. دونك نبدا اول حاجه بالاتجاه ديال الانتشار ديال لوند، دونك ها هو هذا. دونك هذا هو لا ديريكسيون دو بروباغاسيون. بالنسبه لا ديريكسيون دو بيرتورباسيون، اذا هو هكا كتشوه، دونك هو هذا لا ديريكسيون دو بيرتورباسيون. كيفاش دايرين؟ راه سون بيربونديكيلا، يعني متعامدين. اذا في هذه الحاله كنقول بان لوند على سيرفاس دو لوند، دونك ايتين لوند ترانسفيرسال. دونك هذا بالنسبه لوند ترانسفيرسال. ندوزو دابا واحد لوند اخرى اللي هي اوند لونجيتيدينال. لونجيتيدينال، دونك نعطي لا ديفينيسيون، اون اوند ايديت لونجيتيدينال. Donc si la direction de perturbation est de ben là, dit parallèle à la direction de l'onde. يعني الاتجاه ديال التشوي خص يكون موازي مع الاتجاه ديال propagation de l'onde. نعطيكم واحد ليكزامبل، مثلا لوند كي سو بروباج لو لونغ دان غوسو. نعطيكم مثال فيت نشناها. دونك من لوسكون كومبري، من كنمسكو واحد ذاك، لاحظوا بان هذيك لوند الاتجاه، باش رسم اخر يكون وضح لنا اكثر، الاتجاه ديال perturbation دائما كيكون بحال هكا هو هذا، والاتجاه ديال البروباغاسيون ديما كتنتشر، ها هي كتكون هنا، ها هي ولات هنا. دونك هذا هو لا ديريكسيون دو بروباغاسيون. كيفاش دايرين؟ راه سون باراليل. اذا في هذه الحاله كنقولوا ان لوند كي سو بروباج لو لونغ دان روسور اي لوند لونجي تي دي نال. دونك باش نقول واحد لوند لونجي تي دي نال، اذا كان عندي لا ديريكسيون، دونك لا ديريكسيون دو بيرتيرباسيون اي باراليل ا لا ديريكسيون دو لا بروباغاسيون. دونك نعطو الأمثلة اللي فايتنا شناهم. بالنسبة لوند كي سو بروباج لو لونغ دين كورد إيتي لوند غتكون ترانسفيرسال. علاش؟ إلا تحط ليك مثلا شي تمرين قال لك واش هاد لوند واش ترانسفيرسال ولا لونجيتيدينال، إلا كان ترانسفيرسال لا جيستيفيكاسيون ديالك خصك تقول دونك كار لا ديريكسيون دو بروباغاسيون إي بيربونديكيلا على ديريكسيون دو بيرتيرباسيون. دونك بالنسبة لاكورد قلنا راه اون ترانسفيرسال كيف شرحناها قبيله. وبالنسبه لوند على سيرفاس دو لو قلنا حتى هي اون ترانسفيرسال. بالنسبه لو غوسور راه قلنا ايتي لوند لونجيتيدينال. دير بوركوا؟ كار لا ديريكسيون دو بروباغاسيون اي باراليل على ديريكسيون دو بيرتيرباسيون. اذا هكا كيفاش جيستيفي واش لونجيتيدينال ولا ترانسفيرسال. كاينه واحد لوند اخرى اللي هي
لوند سونور. دونك بالنسبه للوند سونور غنبينها لكم في الفقره اللي جايه، هي راه لوند لونجي تي دي نار تاعي. دونك ممكن انك تحفظ هادو اذا تحطوا ليك لوند سونور هي هو لو سون، يعني هو الصوت. اذا في هذه الحاله الموجه الصوتيه راه كتكون هي لونجي تي دي نار. دونك عندو دابا لي زوند سونور. دونك لو سون ايتينونت ميكانيك. دونك غنحاول نبين ليك اكسبيريمونطالمون ان لوند راه ميكانيك، يعني نيسيسيت ان ميليو، يعني خص يكون واحد لو ميليو سوليد ليكيد غاز، ما ماشي لو فيد. دونك خصنا واحد الميليو. دونك غنقدروا نديروا مثلا واحد ليكسبيريونس، ناخذ واحد الكلوش هنا. ممكن دير مثلا كمثال دير واحد الغيفاي، الى خويتي هذه من لاق، يعني كاين عندها لو فيد، دونك ما تسمعش الصوت. ولكن الا كان لو ميليو مثلا لاغ ولا شي حاجه، في هذه الحاله راه تسمع الصوت. دونك في هذه الحاله غنقولوا بان لوند نيسيسيت دان ميليو، خص يكون واحد لو ميليو. او ممكن دير مثلا واحد بورتابل مثلا هنا في الداخل ديالو، دير في الاول من كيكون عندك لاغ، يعني ما كاينش عندك لو فيد، من عاد تصوني عليه هنا عاد تسمع الصونيت. ولكن الا درتي هنا لو فيد ما تسمعش. اذا لوند ما كتنطاشر في لو فيد، دونك خاصها واحد لو ميليو. اذا في هذه الحاله كنقولوا بان لو سون او بيان لوند سونور اي تين اوند ميكانيك. اوبسرفاسيون دونك هي اللي قلنا، لورس كون كري لو فيد دون لا كلوش، من كندير واحد هنا لو فيد، كنلاحظوا ان لو سون اي مي لا سورت دو سونور اي ديسباري، دونك ما كيبقاش عندي صوت، ما بقاش كنسمعو. اذا في هذه الحاله كنقولوا بان لوند سونور اي تين اوند اللي هي اوند ميكانيك. دونك لو سون لا بروباغاسيون دو سون نيسيسيت كتحتاج واحد لو ميليو ماتيريال، سو كي مونتر كو لو سون ايتينوند ميكانيك. دابا غندي ليكم تاني لوند سونور ايتين لوند لونجي تيدينا. انا قلناها قبيله ولكن نحاول نبين، ندير واحد ليكسبيريونس. دونك اكسبيريونس اي اوبسيرفاسيون، ناخذ مثلا واحد اوت بارلور كيصدر ليا واحد الصوت، لا شنا هاد لافلام. دونك شنا هاد لافلام اي ينتقل ليا، يعني سو دي بلاس اوريزونطالمون مع لا ديريكسيون دو بروباغاسيون ديال 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 لوند. اذا في هاد الحاله غيكون سون باراليل. اذا في هاد الحاله غنقولوا بان لوند 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 يعني لوند سونور ايتينونت لونجيتيدينال. دونك لورسكون فونكسيون لو اوت بارلور اون غوماك كو لا فلام دو لا بوجي سو دي بلاس اوريزونتال، اذا كينتقل بحق اوريزونتالمون مع من مع لا ديريكسيون دو بروباغاسيون، مع اتجاه ديال التشويه. دونك مع اتجاه ديال التشويه، اذا في هذه الحاله كنقولوا بان لوند سونور ايتينونت اللي هي لونجيتيدينال. اذا هذه خصك تكون عاقل عليها. دونك ممكن دابا نعطوا لا ديفينيسيون ديال لوند لوند سونور. دونك لا ديفينيسيون، دونك لوند سونور ايتينون اللي هي ميكانيك نيسيسيت دان ميليو لونجيتيدينال اي سو بروباج دون لي ميليو ماتيريال، ممكن انها تنتشر في لي ميليو سوليد ليكيد او غازو اي نون با دون لو فيد، اذا ما كتنتشر في لو فيد. دونك حاجه اخرى ممكن انك تعرفها، وانا نحاول نبينها لك من بعد، بان الصوت كينتشر كينتشر في لي سوليد اكثر من لي ليكيد اكثر من لي غازو، داكشي عنده علاقه بلا دونسيتي. اذا هذه غنشوفها لك من بعد، كاين واحد الفقره غنحاول نشرحها لك. دونك باغ اكزومبل دون لير مثلا في الهواء، غنوريكم دابا كيفاش كينتشر الصوت. دونك لو سون سو بروباج غراس ا لا فارياسيون دو بريسيون، يعني ريزلتون ديال واحد لا فارياسيون دو بريسيون، يعني عندي كومبريسيون ديلاتاسيون، يعني كاين واحد واحد الضغط غات وديال واحد التمدد دي كونستيتيون دو ميليو دو بروباغاسيون. يعني مثلا كعدي واحد ليميتور هو هذا هو الاوت بارلور، كيصدر لي واحد الصوت. هنا شنو كاين؟ كاينين هنا دي موليكيل. دونك شنو كيدير؟ كيحاول يدفع هاد لي موليكيل، كيقربهم هنا. دونك هاد لي موليكيل ملي كيقربوا بعضياتهم الضغط كيتزاد بزاف، اذا هما كيدفعوا بعضياتهم وغاديه. دونك كتكون عندي فارياسيون دو بريسيون، مره كيكون الضغط مرتفع، دونك ديلاتاسيون كيكون الضغط منخفض، دونك كومبريسيون كيكون الضغط مرتفع. اذا لا فارياسيون دو بريسيون كتؤدي الى 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 ان الصوت انه ينتشر من ليميتور للريسيبتور. غون 3 لي بروبريتي دي لوند ميكانيك بروغريسيف. اول حاجه غنشوفو لا ديريكسيون دو بروباغاسيون، يعني اتجاه الانتشار. اون اوند ميكانيك سو بروباج ا بارتير دو لا سورس دو لوند دون توت لي ديريكسيون كي لوي سون توفير، يعني واحد لوند ميكانيك ممكن انها تنتشر في جميع الاتجاهات ا بارتير دو لا سورس، دونك جميع الاتجاهات ممكنه، يعني دون توت لي ديريكسيون كي لوي سون توفير.
دونك اول حاجه غنتكلموا على لوند اللي كتنتشر دون زين سول ديريكسيون، كنقولوا ان هاد لوند راه ان ديمونسيون او بيان اني ديمونسيونيل. دونك لوند ميكانيك ان ديمونسيون سي لا ديريكسيون دو بروباغاسيون ريكتيلين، يعني الا كانت لا ديريكسيون دو بروباغاسيون راه عباره عن مستقيم يعني ان دوات، ولا نقدروا نقولوا il se propage dans une seule direction يعني في اتجاه واحد، اذا في هذه الحاله كنقولوا هاد لوند راه ايتينوند ا ان ديمونسيون. دونك غنعطيكم دي زيكزامبل دي دي زوند ا ان ديمونسيون او بيان اني ديمونسيونيل. مثلا دي زيكزامبل كنا شفنا لوند كي سو بروباج لو لونغ دين كورد، هادي راها ان اوند ا ان ديمونسيون. علاش؟ الا خدينا مثلا هاد الرسم اللي عندنا لاحظ معايا ان هاد لوند سو بروباج سولون ان اكس، يعني ان اكس يعني ان سويفون ان اكس، دونك ولا سويفون ان سول ديريكسيون. اذا في هاد الحاله كنقولوا بان لوند كي سو بروباج لو لونغ دين كورد ان اوند اني ديمونسيونيل او بيان ا ان ديمونسيون. نعطيكم واحد ليكزامبل اخر، مثلا لوند كي سو بروباج لو لونغ دان غوسور، يعني ديال واحد النابت حتى هي حتى هي راه اوند ا ان ديمونسيون. علاش؟ لانها كتنتشر سولون ان سول اكس، دونك كتنتشر سولون ان سول اكس. اذا في هاد الحاله كنقولوا بان لوند كي سو بروباج لو لونغ دان غوسور اي اون اوند اني ديمونسيونيل. دابا نشوفو لوند ا دو ديمونسيون او بيان بي ديمونسيونيل، يعني كتنتشر دون دو اكس او بيان دون دو ديمونسيون. دونك سي لوند سو بروباج سويفون دو ديمونسيون دون ان بلان دو سا سورس. دونك في هاد الحاله الا كان عندي واحد لوند كتنتشر سويفون دو ديمونسيون او بيان سويفون ان بلون، اذا في هاد الحاله كنقولوا بان هاد لوند راه ا دو ديمونسيون. نعطيكم واحد ليكزامبل ديال واحد لوند بي ديمونسيونيل، مثلا لوند كي سو بروباج على سيرفاس دو لو. دونك لو لوسكون ياجيت ان بيير، دونك الا درنا واحد الصخره هنايا كتبان لي بان هذيك لوند سويفون ان بلون، يعني واحد المستوى. اذا في هذه الحاله راه هذه مثلا عندنا سويفون لاكس مثلا او اكس هنا او ايكغيك، اذا سو بروباج سويفون دو ديمونسيون. اذا في هذه الحاله غنقولوا بان لوند كي سو بروباج على سيرفاس دو لو اي لوند ا دو ديمونسيون. بالنسبة للوند ا 3 ديمونسيون يعني خصها تنتشر سويفون 3 ديمونسيون، يعني في هذه الحالة يكون دون ليسباس تخي، ونقدروا نقولوا تخي ديمونسيونيل. دونك سي اي ال سو بروباج، يعني لوند سو بروباج سويفون 3 ديمونسيون، يعني دون ليسباس دو سا سورس. نعطيكم مثال، مثلا لوند سونور يعني الموجة الصوتية كتقدر تنتشر في جميع الاتجاهات، يعني اللي القدام يسمع، اللي اللور يسمع، اللي الفوق يسمع، اللي التحت يسمع، يعني كتنتشر في جميع الاتجاهات. إذا في هاد الحالة كنقولوا بأن لوند سونا إيتينوند 3 ديمونسيون. غوماك la superposition de deux ondes mécaniques. Donc, on voit le type de deux ondes mécaniques que nous allons parler. Donc, lorsque deux ondes mécaniques se croisent, donc elles se superposent sans perturber. Donc, fait le cas là. عندي واحد لوند غادي في هذا لو سونس بواحد لا فيتاس، و لوند غادي في لو سونس كونترير. دونك هنا غيتلاقاو ليا في هذا لو بوان ام. دونك اول حاجه كيبان ليا ان لامبليتيد ديالهم ساجوت، دونك فهذا يعني الاخر كيضاف الاخر. دونك لوغ امبليتيد ساجوت الجبريكمون بوي سيلوان اون كونسيرفون لوغ امبليتيد. دونك هنا من بعد من كيتزادو هنا كتلاحظوا بان هاد لوند حافظت على نفس الامبليتيد، كيحافظ على نفس الامبليتيد، حتى هادي حافظت على نفس الامبليتيد. حاجه اخرى بان لا فيتيس حتى هي ما كتغيرش، حتى لا فورم ديال لوند ما كيتغيرش. دونك هادي من كيتلاقاو ليا دو زوند ميكانيك. 4 vitesse de propagation d'une onde. Définition. La vitesse d'un est la distance parcourue sur la durée delta t. Yani t sur delta t. Donc, on a pour la définition, la vitesse de propagation d'une onde, appelée aussi célérité d'une onde, est égale au quotient de la distance d parcourue par l'onde sur la durée delta t. Et le donné par la relation suivante. Donc, les qui aiment voir la relation v est égale à t sur delta t. Alors, j'ai dit Mouhima. La vitesse de propagation de l'onde,
نقدروا نسموها ايضا لا سيريغيتي. علاش؟ لان كنعرفوا بالنسبه للاجسام مي كتنتقل لا ماتيير كتنتقل، ولكن كنعرفوا بالنسبه للوند كيف درنا في لا ديفينيسيون سون ترونسبور دو لا ماتيير، يعني ما كتنتقلش الماده، هادشي اللي كنسموها لا سيريغيتي. دونك بالنسبه للفي نقدروا نقولوا لا فيتاس دو بروباغاسيون ديال لوند، ولا نقدروا نسموها لا سيريغيتي دو لوند. دونك في التمارين الا قال لك كالكي لا فيتاس دو بروباغاسيون، دونك بحال الا قال لك كالكي لا سيريغيتي، بحال بحال. بالنسبه لا فيتاس كتكون متر بار سكون او بيان متر سكون موانز، هادو هي لينيتي انترناسيونال، يعني الوحده العالميه. بالنسبه للدي سي لا ديستونس باركوري بار لوند، يعني المسافه اللي كتقطع هذيك لوند، ودائما المسافه اكسبريمي اون متر ام. بالنسبه لدلتا تي هي لا ديغي دو باركور، يعني المده الزمنيه اللي قطعت هذه المسافه دي، المده الزمنيه اللي قطعت لي هذيك لوند يعني هذيك المسافه قطعت لي المسافه اللي قطعت هذيك لوند خلال واحد المده الزمنيه ديال طاطي. وكنعرفوا دائما المده الزمنيه لا ديغي ديما اكسبريم اون سكون، يعني بالثانيه. بالنسبه لدلتا تي كنعرفوا دائما كنحسبوها بدلتا تي فينال ناقص تي انيسيال، هذه غنستعملوها في التمارين بزاف، دائما تي فينال ناقص تي انيسيال. دونك ناخذ واحد ليكزومبل، كالكيلو لا فيتاس دو سيتون، مثلا نعطيك هاد لوند في الاول، هذا هو لا سورس، وهذه البوان ام، هذه الجبهه ديال لوند، وهذه كتسمى لا كو، الجبهه كتسمى فرون دون، دونك هذه كنسموها فرون دون. دونك في هذه الحاله غنحسب لا فيتاس، غنطبق العلاقه. دونك اون سي كو في تيغال دي سور دلتا تي، بالنسبه للدي المسافه اللي قطعتها لوند، ها هي دائما كنحسبها من لا سورس حتى الفرون دوند، يعني هي اس ام. دونك عندي الدي اس ام سور دلتا تي، دلتا تي قلنا كنديرو تي فينال ناقص تي انيسيال، يعني تي ان موان تي زيرو، دونك تي ان موان تي زيرو، وندير لابليكاسيون نيميريك. بالنسبه لاس ام اللي حسبنا عندنا هذا هو 1 سنتيمتر، يعني 1 2 3 4 5، يعني 5 سنتيمتر خصني نحولها، خصني نحولها لاش؟ خصني نحولها للمتر. دونك غندرو 10 على بويسونس موان 2، 5 فوا 10 على بويسونس موان 2 سيغ. بالنسبه لتي ان موان تي زيرو يعني هي 4 موان 0 هي 4، ولكن ميلي سكون خصني نحولها للسكون، دونك خصني ندرو 10 على بويسونس موان 3، دونك غتولي 4 فوا 4 موان 0 هي 4، 10 على بويسونس موان 3 سكون. دونك تو لو كالكيل اي في غتلقى 12.15 متر بار سكون. رومارك 1، دونك غنشوفو واحد الحالة كابارتيكيلي، واحد الحالة خاصة بالنسبة لكيفاش نحسبو لا فيتاس، في الحالة ما كيكون عندي واحد لاكورد لي كيكون طوندي، يعني كيكون مطبقين عليه واحد لا طونسيون، واحد لا فورس. دونك كا دو بروباغاسيون دي لوند لو لونغ دين كورد طوندي، يعني ها حنا هاد لاكورد راه طوندي، يعني ممدود، طبقنا عليه واحد لا فورس، واحد لا فورس اكزارسي باغ مثلا هاد لا طونسيون تي، راه نفس لا فورس لي كتكون هنا، نفس لانتونسيتي. دونك في هاد الحالة لا فيتاس دو بروباغاسيون دي لوند لو لونغ دين كورد طوندي اي دوني باغ لا غولاسيون سويفون، دونك تعرف هاد العلاقة بأن دائما لا فيتاس كتساوي غاسين دو تي سور مو. اشني تي؟ تي هي لانتونسيتي دو لا فورس، يعني لا طونسيون دو لا كورد، يعني توتر الخيط كتكون دائما اون نيوتن. بالنسبة لمو كنسموها لا ماس لينيك، لا ماس سور لو لا لونغور، دونك هنا دو لا كورد اون كتسمى لا ماس لينيك، دائما كتكون اكسبريم اون كيلوغرام باغ متر. تل كو يعني بحيث ان هاد مو كتساوي لا ماس هي كيلوغرام، متر يعني لا لونغور، يعني هذا هو المتر ديستونس، دونك غتساوي لا ماس، لا ماس ديال لا ماس دو لا كورد، دونك هاد ام هي لا ماس دو لا كورد اكسبريم اون كيلوغرام. بالنسبه لال هو لونغور دو لا كورد، يعني الطول ديال الطول ديال هذاك لا كورد، كتكون اون متر. دونك تخصك تحفظ هاد العلاقة، دائما كيكون عندك حالة ديال واحد لاكور طوندي ديما تطبق هاد العلاقة فيت ايكال لا غاسين دو تي سيغ مي. بعض المرات كيقولك كالكيلي لا ماس، بعض المرات كيقولك حسب ليا لا لونغور، بعض المرات كيقولك حسب ليا تي، بعض المرات كيقولك حسب ليا لا فيتاس. دونك عندنا غندير واحد واحد ليكزارسي دابليكاسيون، مثلا اكزومبل غنقولك مثلا donc une onde se propage avec une vitesse v est égale à 20 mètres par seconde le long d'une corde tendue de mètres corde tendue. Alors il faut tenir la relation de la longueur L et longueur ou oui متر اي سا طونسيون تي ايكال 5 نيوتن. شنو السؤال غنطرحو هنايا؟ كالكيلي لاماس، حنا كنعرفو لاماس في كاينه في مو،
ياك. دونك حنا غنطبقوا دائما الحاله كي يكون عندي واحد لا كور طون دي نطبق لا غولاسيون كنعرف اون سي كو في اي ايغال على راسين دو تو سور مي. دونك فين علقها هنا لا ماس؟ علقها هنا تيل كو او بيان افيك مي ايغال على لا ماس سور ال. هذه لا ماس لينيك دونك لا ماس سور لا لونغور دو لا كورد. دونك نجي نعوضها هنايا اون رومبلاس دونك في ايغال تي سور نعوض مي بي ام سور ال. دونك في هذه الحاله ال غتطلع الفوق غتولي عندي T fois L sur M. Donc, باش نلقانا M شنو غندير؟ غندير غاسين كاري. دونك غندير في هي هادي T. دونك غندير هنا أو كاري، هنا ندير أو كاري. دونك غندير هنا أو كاري باش نحيد لا غاسين. دونك غتولي عندي اشنا تبقى؟ تبقى في أو كاري T fois L sur M ونحيد لا غاسين. دونك انطلاقا منه ممكن أنني نستخرج أنا لا ماس M. دونك M في هاد الحالة M اش كتساوي؟ كتساوي T fois L sur V au carré. دونك هادشي اللي درنا، ندير لابليكاسيون نيميريك. T اللي هي 5 نيوتن، L اللي هي 8 متر، و V عاطيني 20 ونديرها au carré وندير الكالكيل ديالي وعلقها 0.1 كيلوغرام وممكن نحولها لغرام عطقاني هي 100 غرام. La deuxième question, calculons le temps mis par l'angle pour parcourir la corde tout entière. Tout entière, tout entière. يعني la langue a تحاول تقطع ليا هاد الخيط بكامله. وحنا كنعرفوا لا لونغور ديال لاكورد هو ام. يعني هنا ولا فيتيس ما عمرها كتغير. دونك لا فيتيس كتبقى دائما كونستون. دونك باش نحسب لو طون نطبق لا غولاسيون في اون سي كو في ايغال لا ديستونس سور دلتا تي غير دي مي ان لاكورد tout entière. إذا في هذه الحالة دي راه هي لا لونغور دو لا كورد. دونك في هذه الحالة عندي دونك دلتا تي، دلتا تي هي لو اللي كنقلب عليه، دي سور في، في دائما غتبقى دائما كونستونت، دي في هذه الحالة غتكون هي ال سور في، وندير لابليكاسيون نميريك، بالنسبة لـ R كتساوي 8 متر، وبالنسبة لـ فيتاس راه عندنا في لي دوني تاع هي 20 متر باغ سكوند، متر مشات مع متر، أون سامبليفي، دونك غتلقى دلتا تي هي 0.4 سكوند، يعني أن لوند غتقطع ليا هاد الخيط خلال 0.4 سكوند. Remarque numéro 2. Donc, nous avons d'abord les facteurs influençant la vitesse. L'awamil mu'attiraf la vitesse. La vitesse, c'est-à-dire de propagation, c'est-à-dire la célérité de l'onde. Donc, la célérité d'une onde ne dépend que du milieu. C'est-à-dire que la célérité, ce qui est atrophié, c'est le milieu. C'est-à-dire que c'est solide ou le liquide. C'est-à-dire que la densité est beaucoup plus grande. Donc, dans ce cas-là, l'onde ne dépend pas du milieu. Ou ne dépend pas de l'amplitude ou de la forme de l'onde. C'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de l'amplitude. C'est-à-dire qu'on a pris un exemple de la corde. C'est l'amplitude. C'est-à-dire que la forme de l'onde ne dépend pas. لاسيليغيتي شكون اللي كيأثر فيها؟ هو لو ميليو، هو اللي كيأثر فيها. واش هو سوليد ولا ليكيد او بيان غاز باغ اكزومبل بحال هكا. وانا نعطيكم واحد ليكزومبل بالنسبه للوند سونور باش تبان لكم بان لاسيليغيتي راه كتغير وقت من الميليو لواحد الميليو. اكزومبل مثلا بور لوند سونور لاسيليغيتي اوغمونت افيك لا دونسيتي دو ميليو. وقت ما كان لو ميليو بلو دونس، هذه مهمه بزاف كتحط في ليكزام لي زيكزام في الفروض، دائما لاسيليغيتي كتزاد وقت ما تزاد الكثافه ديال لو ميليو. دونك لا خدينا اكزومبل مثلا ميليو دو بروباغاسيون دون لير دون لو و دون لاسيد. دونك هذا ايطا غازو، هذا ايطا ليكيد، وهذا ايطا سوليد. بالنسبه لاسيليغيتي لا شلنا دون لير راه صغر من دون يعني لا فيتيس ليطا ليكيد كتكون بلو غروند، لا فيتيس بلو غروند كو دون ليطا غازو. وبالنسبه لسوليد كتكون هي اللي كتكون اكبر. يعني في هذه الحاله لا فيتيس بالنسبه لغاز كتكون انفيريور بالنسبه لليكيد بالنسبه لسوليد. دونك هذه تكون عارفه دائما، حيت هنا كيكون بلو دونس كو لليكيد، ولليكيد كيكون بلو دونس كو لغاز. De le retard temporel, yani ta'akhur az-zamani. Donc, on considère une onde mécanique qui se propage dans un milieu unidimensionnel sans amortissement. Donc, l'onde l'ikhtarina, l'onde qui se propage le long d'une corde. Donc, n'a raha unidimensionnel, yani raha katntasar selon une seule direction sans amortissement. Le ma'na diyalabi anna had l'ous, yani had l'amplitude ma kitriyesh, kibqa huwa huwa.
دونك هادي سون اموغتيسمون. دونك في هاد الحاله كندير واحد ديفورماسيون هنا في البوان اس. اس يعني هنايا يعني الانستون تي زيرو، يعني غتوقع ليا واحد بيرتيرباسيون، واحد لوند سو بروباج بواحد لا فيتيس في، يعني ان هاد الانستون تي ان، ان هاد لوند غتوصل ليا البوان ام ان، و الانستون تي دو غتوصل ليا ام دو، كاين هنا غتوصل ليا ام دو. ياك اشنو كنلاحظوا؟ بان هاد 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 ام 2 غتعاود ليا نفس لو موفمون ديال ام 1 ولكن بواحد التاخر زمني طوب، يعني هادي غدير واحد الحركه ديال ام 1 ولكن حتى دوز واحد المده الزمنيه، هذيك المده الزمنيه كنسموها لو غوطار طومبورال. كيفاش غنحسبها؟ ندير هي تي 2 موان تي 1. دونك اعيد بان ام 1 غوبيت لو ميم موفمون دو بوان ام مي افيك ان غوطار طومبورال اللي هو هو تي 2 موان تي 1. يعني هاد تي 2 موان تي 1 كنسموها لو غوطار طومبورال وكنرمزو ليه بي طو. يعني جميع النقط مثلا جميع النقاط اللي كاينين هنايا غيبيت لو ميم موفمون ديال لو بوان ام 1 مي افيك واحد لو غوطار طومبورال. دونك غنحاولوا نبينوا حنا كيفاش نحسبوا هاد لو غوطار طومبورال. حنا عرفنا غناخدو ام 1 و ام 2، هادي هي لا ديستونس باركور، هي هادي. دونك في هاد الحاله غنطبقوا لا غولاسيون في تي ايكال دي سور دلتا تي. دلتا تي هو لو غوطار طومبورال، دي هي هادي، هادي هي لا ديستونس دي. هاد لا ديستونس دي تقطعات خلال واحد المده زمنيه اللي هي تي 2 موان تي 1 اللي هي طون، هي الغوطار طومبورال. يعني ممكن دي نعوضها بدي نخليها هي هذيك، ودلتا تي نعوضها ب ب ب طو. ايتيغال شني دي؟ هي لا ديستونس، حيت ام 1 كانت هنا و ام 2 كانت هنا، يعني هي لا ديستونس ام 1 ام 2. دونك غندير ام 1 ام 2 سور طو. دونك ممكن ننطلق من هنا نستخرج انا طو. دونك لو غوطار طومبورال طو سيكسبريم باغ لا غولاسيون سويفونت. دونك ننطلق من هنا تعطيني ام 1 ام 2 سور في. دونك هي هادي ام 1 ام 2 سور في. دونك لو بغيتي تحسب دائما لو غوطار طومبورال ما بين دو بوان، ديما كدير هذيك لو بوان الاولى والبوان الثاني سور لا سور لا فيتيس دو بروباغاسيون دو لوند. هادشي اللي غدير. دونك بالنسبه علاقه مهمه طبيعه الحال، تي راه هو لو غوطار طومبورال هو زمان، دونك غيكون اون سكوند. وبالنسبه بالام ا ام دو راها لا ديستونس، دونك في هاد الحاله اونتر دو بوان، دونك بطبيعه الحال راه غنديروها بالمتر. بالنسبه لا فيتاس ديما كتكون متر بار سكون ولا متر سكون موان زير، بحال لا فيتاس دو بروباغاسيون دو لوند ولا نسموها لا سيليغيتي، ديما كتكون متر سكون موان زير. انت لا بغيت تحسب لا غوطار طومبور طبق هاد لا غولاسيون مباشره، دائما لا ديستونس اونتر دو بوان سور لا فيتاس دو لا بروباغاسيون دو لوند. دونك غندير لك واحد ليكزومبل باش تفهم مزيان. دونك ناخذ واحد اون اونت سو بروباج افيك اون فيتاس في 3 متر بار سكون لو لونغ دو دون كورد. دونك اول حاجه لا كيسيون اللي عندنا، كالكيلون لو غوطار طومبورال اونتر ام اي ام ام 1، يعني اونتر دو بوان نحسبوا لو غوطار طومبورال ما بين ام 1 و ام 2. حنا كنعرفوا بان لونغ مي غتوصل ام 1 غتوصل ام، هاد ام 1 غتعاود نفس لو موفمون ديال نفس الحركه ديال لو بوان ام مي واحد بواحد لو غوطار طومبورال. دونك غنطبق العلاقه مباشره. دونك اون سي ان لو غوطار طومبورال كيساوي ام ام بريم سور في، حيت هنا غتكون هاد لونغ غتمشي بنفس لا فيتاس، مي كتكون فيتاس كونستون، هادي تعقل عليها مزيان. دونك بالنسبه لام ام ام بريم ممكن نحسبها، حيت انا عندي هادي راه هي 1 متر. دونك هنا عندي 1 متر يعني 1 2 3 4 5 6 يعني 6 متر. دونك غندير هنا 6 متر، فير عندي هي 3 متر بار سكون، دونك اون سامبليفي بار متر. دونك غتولي 6 سير 3 راه هي 2 سكون، يعني ان ام 2 غتعاود نفس الحركه ديال ام ولكن بعد 2 سكون. ليلونغاسيون ولا الاستطاله، دونك هذه مهمه كتحط في التمارين. دونك ليلونغاسيون كنقول دائما ليلونغاسيون دان بوان، دونك ليلونغاسيون دان بوان ا لانستون تي 1 لاحظنا هنا نشوفوا ليلونغاسيون دو بوان ام، هذه هي ليلونغاسيون، هو هذا الوسع اللي عندي هنا هو هذا. دونك هذا هو الوسع، هو هذا ليلونغاسيون هنا. دونك نشوفوا دابا ليلونغاسيون دو بوان ام ا لانستون تي وليلونغاسيون دو بوان ام بريم ا لانستون تي بريم. علاش هنايا راه هاد لا ديستونس من هنا هي نفس لا ديستونس من هنا؟ علاش؟ لان غنعتبر بان هنا لون سو بروباج سون امورتيسمون، يعني ان الوسع ما كيتغيرش. دونك في هذه الحاله انستون تي انستون تي راه ليلونغاسيون دو بوان ام كتساوي ليلونغاسيون او بوان ام بريم انستون تي بريم. دونك هي هاد لا فراز، دونك غنكتبها ليلونغاسيون دو بوان ام بريم انستون تي بريم اي ايدونتيك، يعني بحال بحال.
دونك غنقدر نكتبها ليلونغاسيون، يعني هذا الوسع هو هذا ليلونغاسيون دو بوين ان ا لانستون تي. اش كتساوي؟ كتساوي ليلونغاسيون او بوين ليلونغاسيون دو ان بريم ا لانستون تي بريم. دونك هي هذه اللي عندي، دونك هذه هادشي اللي كتبت، هاد الهضره حطيتها هنايا. حنا غنبينو لك واحد العلاقه وانت خصك تحفظها. دونك اشنو غندير؟ كنعرف بان هاد ان بريم غتعاود نفس لو مومون ديال بوان ام، ولكن افيك ان غوطار طو. شنو طو؟ طو هو تي بريم موان تي. دونك في هاد الحاله كنعرف بان طو هو تي بريم موان طو. دونك في هاد الحاله غنعوض مثلا تي بريم، نعوضها هنا، ومره اخرى نعوض هنا تي. دونك تي بريم تلقى من هاد العلاقه هي تعطينا طو، وهاد تي ندوزها ليها تولي بليس طو، يعني تي بريم كتساوي تي بليس طو. غنجي نعوض انا هنا، دونك غتولي لي لونغاسيون دو بوان ام ا لانستون تي اش كتساوي؟ لي لونغاسيون دو بوان ام بريم، هاد تي بريم غنعوضها بهادي تولي تي بليس طو. هادي كتبتها لك مون غير، دونك هادي علاقة مهمة. دونك اشنو غندير من بعد؟ غنمشي دابا نعوض تي. دونك تلقى من هنا تي اش كتساوي؟ ندوز تي هنا غتولي تي بريم، وهادي ترجع هنا تولي موان طو. دونك غتولي تي كتساوي تي بريم موان طو. انطلاقا من هنا عطيت انا هاد العلاقة. دونك اش غنعوض؟ غتولي لونغاسيون لي لونغاسيون دو بوان ام بريم ان لانستون تي بريم اش كتساوي؟ هي هادي اش كتساوي؟ لي لونغاسيون بوان ام ان لانستون تي. تي شنو هي؟ هي تي بريم موان طو. دونك تي بريم موان طو. دونك هادي مهمة بزاف، تقدر تعقل على واحد الحاجة باش دوز من ام لام بريم. ها انت دوز لي لونغاسيون دو ام ان لانستون تي ام بريم، هنا خصك دير هنا بليس، حيت ام بريم باش تعاود لك خصها دوز واحد المدة زمنية اللي هي طو. دونك غدير هي لي لونغاسيون دو ام بريم تي بليس طو، ولكن الا بغيتي تقول باش دوز من ام بريم لام كدير لو موان. دونك هنا لي لونغاسيون دو ام بريم ا لانستون تي بريم اش كتساوي؟ لي لونغاسيون دو ام، ولكن غندير تي بريم موان طو. تي بريم موان طو، دونك هادشي اللي عندي، ندير تي بريم موان طو. دونك هادي راها مهمة بزاف. دونك نديرو مثلا لي لونغاسيون دان بوان ام بارابور ا لا سورس اس، يعني بغيت لي لونغاسيون دو بوان ام على ام بارابور اس، يعني ارجع، اذا خاصني ندير انا موان. دونك الا دزت من هنا لهنا الا رجعت خاصني ندير هنا موان، ولكن الا درت لي لونغاسيون دو اس بارابور ا ام، اذا في هاد الحاله خاصني ندير انا بلوس. دونك هادشي اللي عندي. دونك لي لونغاسيون دو ام دو ام ا لانستون تي، حيت هذا المظهر لاسبي دو لاكورد ا لانستون تي، دونك ات ايكال اش غتساوي؟ ليلونغاسيون دو اس، ولكن خصني ندير بلوس ياك، اذا تساوي ليلونغاسيون حيت ام غندوز هنا، باردون غندوز من ام لاس خصني ندير هنا موان. دونك ليلونغاسيون دو اس تي موان طو. والاخرى ليلونغاسيون دان بوان اس بارابور او بوان ام، يعني باش ندوز من اس لام خاصني ندير انا هنا بليس. دونك يعني عندي لي لونغاسيون دو اس ا لانستون تي ايت ايكال لي لونغاسيون دو ام، ولكن غنديرو ا لانستون تي بليس طو. دونك هادي كيفاش نحفظوها؟ يعني الا مشيتي من هنا لهنا، الا كان هذا هو لو سونس ديال لونغ، كانت غادي بحال هكا. دونك غندير من اس الام خصك دير بليز، ومن ام لاس اذا خصك دير هنا موان. عندي واحد الغومارك ونكمل. دونك هاد ايكغيك اس كنا نسموها لي لونغاسيون، ولا نقدر نسميها ايضا ليكواسيون دو موفمون دو لا سورس اس. اذا هذا هو الدرس الاول ديال لي زوند ميكانيك بروغريسيف، اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا. ان شاء الله غندير لكم دي زيكزارسيس باش تفهموا الدرس مزيان، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.